إذاعة سلطنة عمان. وقال القارئ، تعد القراءة الواعية مدخلا وحيدا للولوج إلى عمق العمل الأدبي الذي لا يكشف عن كنوزه المخبوءة من خلال محض قراءة سطحية غير سابرة، فضلا عما توفره القراءة الواعية من تعددية تأويلية تتنوع من قارئ إلى آخر بسبب من التنوع في الذائقة والتعدد في الرؤى والاختلاف ما بين الخلفيات المعرفية لكل قارئ. وقال القارئ، قراءات تحليلية في نصوص أدبية. إعداد جاسم بن جميل الطارشي، تقديم منى بنت حبراس السليمية، إخراج سيف بن سالم الجرداني. وقال القارئ. أعزائنا المستمعين، أعزائنا القراء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وقال القارئ. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، سنناقش وإياكم ولأول مرة نصا في أدب الطفل للكاتبة العمانية عائشة الحارثية بعنوان بو، الصادر عن دار أصالة البيروتية في عام 2016. وسنتعرف خلال هذه الحلقة على المحاور الآتية: عناصر قصة بو وتشكيلاتها الجمالية وإخراجها الفني وعلاقته بإغناء القصة وإبراز دلالاتها للطفل القارئ وغيرها من المحاور، فمتابعة شائقة نرجوها لكم، فكونوا معنا. وقال القارئ. ثم فجأة يتسلل ببطء 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 ببطء، يفتح الباب، لا يصدر بو أي صوت حتى لا يشعر به النائمون. حسنا، حتى اليقظون يجب أن لا يشعروا بوجوده. إنه يملك قدرة غريبة تجعله قادرا على التسلل بصمت مطلق والدخول إلى الأحلام الجميلة وتعكيرها. وقال القارئ. كان ذلك مقطعا من قصة الأطفال بو للكاتبة العمانية عائشة الحارثية بصوت الكاتب والباحث في أدب الطفل أحمد الراشدي، الذي أرحب به في هذه الحلقة للحديث عن بو. أهلا وسهلا بك أحمد في برنامج وقال القارئ. أهلا بك منى، شكرا جزيلا على الاستضافة، وأنا فخور جدا أنني أكون ضيف في برنامجكم الجميل وقال القارئ. شكرا جزيلا لك، وكذلك نرحب بالشاعر والكاتب في أدب الطفل مهند العاقوس. أهلا وسهلا بك أستاذ مهند في برنامج وقال القارئ. أهلا بك أستاذة منى، وشكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، وشكرا لكم لأنكم أوليتم أدب الطفل حيزا من اهتمامكم ومن وقتكم، شكرا لكم. شكرا جزيلا لك، وأهلا وسهلا بكما. إذن دعنا نبدأ الأستاذ أحمد الراشدي من فكرة هذا النص بو، عن فكرة هذه القصة. نعم، تدور هذه القصة كما سمعتم في التسجيل حول شخصية تعيش في عوالم
وذهنية الطفل، وهي عالم وهي شخصية بو. بو هو أحد تشكيلات الكابوسية التي تتشكل في ذهنية الطفل سواء في عالم اليقظة أو في عالم المنام وتؤرقه. الطريف في هذه القصة التي اشتغلت عليها عائشة أنها طرافة جميلة جدا، أن الطفل يرى شيء مخيف ويبدأ يعايشه من دراميا، ثم بعد ذلك يكتشف أنه سيصبح أليفا له، صديقا له، يحبه، يحب ألوانه، يحب ينتظره. هنا الجدة والطرافة في القصة. يمكن أن يعني قرأنا قصص كثيرة، قرأنا كتب تربوية كثيرة تعالج مسألة الخوف عند الطفل. هذه واحدة من يعني اشتغالات كاتب الطفل. أنت تشتغل مع فئة يعني كيف تقدم لها عوالمها. نعم. عائشة أرى أنها وفقت بجمالية إلى حد ما في تقديم شخصية كابوس صغير مخيف يصبح مألوفا لدى الطفل كما سمعتم في، نعم، في القصة. نعم أحمد. طيب إذن الأستاذ مهند أحمد الراشدي تحدث عن فكرة النص وتطرق إلى أنها فكرة طريفة وأيضا تتسم بالجد، خصوصا عندما ألمح إلى تحويل الكابوس إلى شخصية معينة. إلى أي مدى كانت هذه الفكرة بسيطة أو معقدة بالنسبة لمتلقيك الطفل؟ حقيقة هي يعني أنا دعيني أقول فكرة مركبة، يعني هي على قدر بساطتها هي عميقة جدا جدا جدا. أولا أنوه أيضا إلى أن موضوع القصص المخيفة أو ما يخيف الأطفال، معالجة هذه المواضيع والأفكار هو كان أمر ملحن في عام 2015 و2016 حتى طرح على مستوى أدب الطفل العالمي. يعني أنا أعرف في دول أخرى أيضا أنتجت كتب مخصصة لتخليص الأطفال من مخاوفهم، وخاصة على صعيد الأسطورة، يعني الأشياء التي توارثناها أو لها علاقة بالحكاية الشعبية. فكان يعني هناك نداء لطرح هذه الموضوعات. طبعا الفكرة هي الحامل الرئيسي لأي نص، يعني أي نص نحكم عليه من خلال فكرته. الفكرة كانت موفقة جدا، كانت غنية، هي التي ساعدت عائشة الحارثي على امتلاك كل الأدوات التي سنتحدث عنها في وقت آخر من البرنامج. إذن كانت يعني دعيني أقول هي المركز الذي تجمعت حوله نقاط الدائرة بشكل متناغم وسليم جدا. الفكرة رائعة، وأكيد سنتكلم أكثر على عناصر. نعم. لو أحببتم عناصر القصة والجماليات. نعم إن شاء الله في خلال الدقائق القادمة. طيب إذن أحمد دعنا نبقى عند أبو، وقد ألمحت في إجابتك عن السؤال الأول إلى أن بو هذا شخصية كابوس. عن دلالات بو، ما سر تسمية بو وكذلك عن إيقاعها؟ يعني هذا تسمية بو وهو أول ما تقع عين الطفل عليه على الغلاف، التقاط عائشة لهذا الاسم لبو هو من عناصر القوة لديها، العنوان اللافت، العنوان الجاذب لعين الطفل. فهي واحد من الاستراتيجيات المهمة التي يجب أن يشتغل عليها كاتب عالم الطفل أو ثقافة الطفل أو قصة الطفل أو شعر الطفل، هو العنوان. فأحيانا تمر علينا نصوص يعني الكاتب ليست لديه مهارة اختيار العنوان. نعم. قد يختار عنوانا تجريديا، وقد يختار عنوانا ذا جملة طويلة لا تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل. مراحل الطفل كل مرحلة تتميز بخصائص عقلية وخصائص لغوية. ولكنك ترى أن بو كان اختيارا. نعم. موفقا. فعندما يعني نرى بو نرى أنه من ناحية أو يعني الأصوات صوت جميل، واللي هي الحروف الباء والواو مخارجها لذيذة للطفل، وهي من المخارج السهلة. هذا يعني وفقت فيه عائشة. أيضا لو جئنا لمعنى الكلمة ظريفة جدا. أنا أقول أنه قد لا يعرف القارئ العربي أو يعني خارج عمان أو الطفل العربي ماذا تعني بو محليا لدينا.
قد لا يعرف، لكنها ستحقق الهدف الفني والهدف الجمالي والهدف الذوقي منها عندما يقرأها. محليا القارئ سيستمتع أكثر بالقصة، لأن بو لدينا تأتي عدة معاني. صحيح. مثلا بو من معانيها لدينا عمانيا ومحليا أن تستخدم في الاسم الموصول. اسم الموصول نعم، هذا واحد من أسماء. عندما نقول مثلا بو يتكلم، صح، أي الذي يتكلم. أيضا من معانيها هي تستخدم في بعض المحافظات لدينا عندما نخوف، نلعب لعبة تخويف عندما كنا صغارا أو حتى الأطفال الآن. كما سمعنا بو ماذا يفعل الأطفال، يختبئ وفجأة يظهر ويقول بو. فهذه الأشياء، وهذا هو المعنى الذي توظفه عائشة الحارثية في عنوان هذا. نعم، ولهذا أنا يعني أتضامن مع تعقيب مهند أنه الفكرة عميقة جدا ومركبة فعلا، يعني أنه كيف توظف حدث درامي يحدث في واقع الطفل، أنت تأخذ منه العنوان وتأخذ منه أيضا حتى العالم، عالم القصة. جميل. طيب، إذن بالانتقال إلى بو الشخصية الأستاذ مهند، دعنا نتكلم عن بناء شخصية بو وتحويلها إلى شخصية في البداية. جميل. أولا أيضا أؤكد على كلام أخي الأستاذ أحمد أنه مهمة العنوان، أول ما الكاتب الجيد أول ما يفكر بها كل عمليات إنتاج الكتاب، والطفل هو أحد أقسام هذه العملية. يعني أنا يجب أن أفكر في الطفل عندما يقف أمام مكتبة، لماذا سينجذب إلى هذا الكتاب دون غيره. بو حقق هذا الشرط، استطاع جذب الطفل للوهلة الأولى، استطاع أن يستفزه، أن يخلق في داخله تساؤلات، بالإضافة إلى الصورة الموجودة على الغلاف، فتدفع الطفل أو فتولد الرغبة داخله لقراءة ومعرفة ما هو بو وكشف هذا اللغز الذي يبدأ من الغلاف. كان سؤالك عن البناء الدرامي أو عن بناء الشخصية، بناء شخصية بو. حقيقة أبدعت عائشة الحارث في نحت الشخصية، يعني نحن نرى في البداية قامت هي بنحت الشخصية وخلقت لها سلوكيات وخلقت لها أسلوب تفكير وطريقة كلام وأدوات، ثم تركت الشخصية وكأنها هي وحدها تخرج منها الأفكار والحلول والمشاكل. فنحن في البداية نجد الراوي، يعني نجد الكاتبة هي التي صنعت هذا البو، الشخصية الخيالية استحضرتها إلى الواقع للحظة. أنا أكيد يعني أن الطفل سيظن أن بو واقعي، يعني للحظة هو صار قريبا من الأطفال أو قريبا من القلب إلى درجة قد نعتقده أنه واقعي. أيضا هو مر في ضمن القصة في ثلاث مراحل درامية، يعني هو في البداية كان كائنا مخيفا يسكن في الظلام، ظلامي غرائبي، ثم أصبح كائنا مسالما يعني بين البينين حيادي، ثم في النهاية تحول إلى شخص ودود وصديق. فنجحت عائشة بليونة وسهولة الانتقال بين المراحل الثلاثة لبو وتقديمه كشخص سيحبه الأطفال في النهاية ولن يخافونه. جميل. طيب إذن الآن الأستاذ أحمد، دعني أتحول إليك الآن لما نبدا نتحدث عن بو وهذا التحول في شخصية بو، وواضح أنه تحول وتنامي جلي وظاهر جدا. إلى أي مدى بدأ هذا التطور مقنعا بالنسبة، دعنا نقول بالنسبة للطفل، هل هذا التطور يبدو مقنعا فعلا؟ أتصور أنه فعلا مقنع، وقد جربت أن أقرأ القصة على مجموعة من الأطفال. الأطفال تفاعلوا معها جدا. كان يمكن لعائشة أن تكبو مثلا أو تخفق في لحظة من اللحظات اللي هي لحظة التحول. كيف تقنعني بلحظة التحول؟ كيف تقنع هذا الطفل أنه هذا الكابوس المخيف يتحول إلى إلى شيء محبوب. كائن محبوب وأليف. فواحدة من الأشياء التي يعني التدرجات فيها اللي هي البناء الدرامي للقصة، هناك جوانب، يعني استخدمت جوانب منطقية في تحوله، أنه بدأ مثلا يفكر أيوة أنا لماذا لا أخرج في النهار، وماذا سيحدث لو لم أخرج، ولماذا أنا أعيش فترة طويلة في الظلام لأقرب أن أخرج. حتى لما خرج
بدأ يخرج يعني بهيئة مختلفة، بهيئة مختلفة، نظارة شمسية، ملابس مخططة، ملابس ملونة تتناسب مع الجو. الطفل وحده ينبهر يعني جماليا من، وهو فعلا مقنع. بدأ يعني عندما يرى القصة فعلا بدأ يتغير. أنا يعني البناء الدرامي أعجبني. هناك قصص نقرأها، وأيضا بعض القصص ربما قد لا يعجب عائشة هذا الكلام، لكنه في قصص أيضا بعض الأطفال خرجوا منها نوعا ما مصدومين، لأنهم سواء قصص بعض قصص عائشة أو قصص أخرى قرأت. نعم، مثلا نعم بعض الكتاب لا يملك الإقناع الفني. جميل. نعم. جميل جدا. طيب الآن إذا الأستاذ مهند، بناء على هذا الكلام، هل في القصة في سردها توفرت على شروط التشويق والإثارة للطفل؟ طبعا توفرت هي، لأنها أولا أنها هنا هذا يعتمد على نوعها، هي للمصادفة أو ربما عن قصد تنتمي إلى ثلاث مدارس. يعني أنا أستطيع أن أسميها حكاية، وكونها شيئا ما ربما قيل لي أنه من الموروث الشعبي هذا بو، وأيضا أنها أسطورة، أنها استخدمت شيء يعني هو كائن لم يكن موجودا ولا يمكن أن يكون موجودا، إذن هي أسطورة. وثالثا هي تنتمي إلى الأدب الحديث أو القصة العصرية التي هي تتناول أحد الموضوعات المطروحة حاليا اللي هو الخوف عند الأطفال. هذا الغنى في القصة أكيد هو عامل جذب، يعني عامل جذب، زائد أن التصاعد الدرامي فيها، وأيضا أبدعت في اللغة اللونية. أنا لا أعرف إذا هي ملمة في الرسم، على ما يبدو أنها ملمة جيدا في الرسم. نعم أستاذ مهند، يعني نحن سنأتي على الإخراج الفني والتشكيلات اللونية في محور آخر، ولكن أيضا لحبذا لو نتحدث في هذا المحور نفسه عن التماسك بين عناصر السرد، ما دمنا نتحدث عن قدرة القصة على خلق التشويق والإثارة لدى القارئ الطفل. نعم، هو أنا ما أردت أن أقوله هو استخدام اللغة. اللغة استطاعت، هي لغة مشهدية للحظة، أنها هي ترسم المشهد بالكلمات، لغة لونية. يوجد اللغة انقسمت بين بصرية وحسية، يعني يكفي للقارئ أن يقرأ الكلمات وهو يتصور خيالات ويرى صور ويرى مشاهد. أيضا هي لغة حسية، في لحظات جعلتنا نتعاطف مع بو، حزننا عليه عندما أصبح وحيدا، فرحنا كيف جاءت نور وحاولت مساعدته وجلبته، مدت له يد المساعدة ليخرج من الظلام إلى النور. هذه قيمة إيجابية مهمة جدا. نعم. كيف بدأ أبو يتصرف كطفل، هو طفل في النهاية، يعني بدأ روحه طفلة، يعني يحب أن يلعب، يحب الشمس، يحب النور، يحب الألوان أيضا. كل هذا الانتقال يعني ورث الطفل منذ اللحظة الأولى، سيتورث الطفل في معرفة ماذا سيحدث ببو، سيتعاطف معه، لن يخاف منه، وقد لا يخاف أيضا من أي كابوس آخر، لأنه سيصبح بو يعني في ذهني في مخيلتي. وأنا واثق بعض الأطفال يعني يحاولون تقليد بو، إن كان في حركاته، في صوته، وفي طريقة تعامله مع النور. نعم. طيب الآن قبل أن أنتقل إلى محور الإخراج الفني أستاذ أحمد، دعنا نتوقف عند لغة هذه القصة، وإلى أي مدى يمكن أن تسهم بإثراء لغة الطفل، سواء من حيث المفردات، الإثراء اللفظي، وكذلك إخصاب المخيلة. نعم، من ناحية الجوانب يعني الجانب اللغوي، القصة جاءت بمعجم يتناسب مع المرحلة العمرية الموجهة لها. هذه القصة نستطيع أن نقول من عمر 5 إلى 10 سنوات حسب خبرة الطفل. بعض الأطفال لديهم خبرة لغوية كبيرة، ربما عمره 5 سنوات، لكن القصة متقبلة. يعني أنا أتفق مع مهند على أنها هي ممكن أن تكون حكاية تحكى شفويا. اللغة المستخدمة، المعجم المستخدم، معجم يتناسب تماما مع في متناول القارئ، في متناول الطفل، وفي متناول موضوع القصة. لا توجد تلك العقبات اللغوية في مخارج بعض الأصوات، في استخدام بعض الكلمات التي قد تكون بعض القصص نقرأ، بعض الكتاب لا أدري كيف يتنازلون عن ذلك، يكتبون جمل تقليدية جدا يقولها الناس الكبار، يقولها الكبار ويريد أن يلقنوها الأطفال. لكن هنا عفوا عائشة يعني استطاعت أن
تستخدم لغة شهية للطفل يعني. جميل. نعم. لغة شهية. طيب الآن دعنا ننتقل أستاذ مهند إلى الإخراج الفني لهذه القصة والتشكيل اللوني وكذلك التدرج في الألوان. كيف رأيت ذلك والحضور الموازي لهذا التصميم أو الإخراج الفني لهذه القصة؟ جميل. أنا عادة أسميها الثالث المقدس الذي هو النص الرسم الإخراج. نحن لازلنا ما عندنا ثقافة الإخراج، يعني نرى دور نشر تهتم بالنص، تهتم أحيانا بالرسوم وتهمل الإخراج الفني، بينما الإخراج الفني أنا أشبهه بالسينوغرافيا في المسرح، هو جزء لا يتجزأ من نجاح أي عمل. يعني هو المصمم المحترف مثلا عندما أنا أصمم كتابا أنا أعرف ما هي دلالات الفراغ وما هي دلالات الكتلة، أين أضع العنوان، ما نوع الورق المناسب، ما نوع الألوان التي أنا أستخدمها لهذه الفئة العمرية أو تلك. زائد أيضا أنا برأيي من يرسم النص أولا هو الرسام، هو الكاتب عفوا، الكاتب بمعنى أن يقسم النص إلى مشاهد وهو يساعد الرسام في تخيل هذا المشهد. زائد أيضا الرسام الجيد هو لا يعني لا يقلد كلمات النص، هو يضيف. يعني يجب الطفل عندما يقرأ الكلمات ثم يأتي إلى الرسم يجب أن يرى إضافة، يرى شيء لم يرى في النص، يرى توضيح. الرسام يجب أن يحمل بيل. فهل كانت الرسومات في هذه القصة استطاعت أن تخلق نصا موازيا أو عالما موازيا للغة القصة برأيك؟ أنا ما أول ما لفتني في القصة هو كيف في البداية كانت الألوان تميل إلى الأسود أصلا، لأن أبو كان يعيش في الظلام، وبدأنا شيئا فشيئا وكأن الرسامة حملت بيل لتضيء لنا ما أضاءته عائشة بالأصل، أن هذا أبو بدأ يدخل إلى الألوان، بدأ يحب الألوان، بدأ يحب النور، فبدأنا الرسامة بدأت تضع مساحات من النور أكبر تفاعلت مع النص وأضافت إليه. لكن أنا أقول العلامة الأكبر في هذا الكتاب كان للنص، النص وحده جعلني أنا شخصيا يعني وأنا كبير فما بالك بالطفل، جعلني أعمل خيالات وصور جميلة. لكن أبدعت على الرسامة في إنتاج هذا أبو، يعني أصعب شيء أنك أنت تنحتين شخصية كاملة. صحيح. نجحت عائشة أولا في نحتها ضمن المصممة التي هي أروج بالمناسبة، يعني ننوه باسم المصممة لهذه القصة وهي المصممة أروج. نعم. ثم استطاعت الرسامة أن تصمم هذه الشخصية التي أنا أراها لا يمكن أن تكون، لا أن يكون بو غير ذلك، يعني أشعر وكأنه هذا هو بو فعلا. نعم. يعني أنا لو تصورته كائنا موجودا أشعر أن هذا هو بو. وأنا أيضا على فكرة بالنجاح التصميم أنا أدعو، لو أنه هلا في الغرب عندما تنجح شخصية معينة يسوقون لها ثم تتحول إلى لعبة. أنا أرى أن بو نجح كشخصية إلى درجة أنه يستحق أن يكون لعبة يتداولها الأطفال ويقلدونه، وحتى أنه يصدر صوتا هو بو. فكرة جميلة هذه. طيب هذه عفوا يعني هذه من الفكرة التي يطرحها مهند من الأفكار التسويقية لعالم الطفل، تستثمرها بعض الشركات العالمية أو بعض المؤسسات المشتغلة على عالم الطفل مثلا لعلاج الطفل أو لتغذية الطفل جماليا، مثل ما قال مهند يأخذ كاركتر أو شخصية ويوظفوها يخرجوها من عالم الورق إلى عالم الواقع. طيب أنا أحمد أنا سأسألك، ما دمنا نتحدث عن حضور الرسومات وبكونها تشكل عالما موازيا أو لغة موازية دعنا نقول للغة النص، ألا ترى أحيانا أن هذه الرسومات وحضورها البارز في قصة الأطفال ألا تشعر أحيانا أنها تحد من مخيلة الطفل؟ نعم، هذا سؤال عميق وجميل جدا، أشكرك عليه. هذا السؤال يقودنا إلى أن نتخيل أن هذا السؤال يحيلنا إلى شقين. أن النص عندما يكون حكائيا بالضرورة أنه لا تكون فيه رسوم، شفهيا يحكى شفهيا
لا تكون فيه رسوم. الطفل هو من يبتكر عالم الشخصيات. أتذكر عندما كانت جدتي مثلا كنا صغارا في سمائل تحكي لنا عن قصة أبو نواس مثلا. نحن الذين كنا تشكل عالم الصور والخيالات. أنا أتخيل أبو نواس كيف شكله من خلال المشاهد والخيالات التي كانت جدتي تصفها به. كان شخصا مكارا محتالا. أنا أتخيل أضع الصورة التي أبتكرها أنا كطفل. جميل. هذا الشق. الشق الآخر هل الرسوم يعني في بالنسبة للطفل القارئ تحد من أمري؟ الرسوم هي شيء أساسي في قصص الأطفال. لابد أن تكون. إذا افتقد مثلا كتاب الطفل إلى الرسوم ممكن أن يكون نص للكبار هذا. وهو ليس, أنا بس بين قوسين أعدل يعني, هو ليس نصا موازيا, هو نصا جديدا. هناك من يقول أن الرسومات هي نص جديد من ابتكار الرسام. الرسام لا ينفذ يعني لا هو يختل لغة, أيوة, لأنه لديه أدواته الفنية التي يبتكرها من خلال قراءته للنص. فربما يعني الكاتب النص يتكلم عن نخلة, لكن النخلة التي يرسمها الرسام شيء آخر غير التي فقط ذكر نخلة موجودة على زاوية البيت. متى يحد الرسم من خيال الطفل؟ يحد عندما يكون الرسام ليس موهوبا ولا يمتلك موهبة الرسم. وكم رأينا من كتب يعني لا أدري ماذا يمكن أن نفعل بها, يعني حتى لا تصل في أيدي أطفالنا وتضر أعينهم وتضر أرواحهم. تقول الرسامة الشهيرة انطلاق محمد علي واصفة مهمة الرسام في الطفل, يعني وظيفته للطفل, الوظيفة التربوية, الوظيفة الجمالية. تقول الرسام مثل الجراح, يعني يكون حذر في الإمساك بالمبضع, قد يشرط أو يقطع شريان. انظري إلى أين, يعني يعني دقة مهمة هذا الرسام. جميل جدا أحمد, وضحت هذه الصورة. طيب الآن يعني ربما مهند لديه تعقيب في هذا الأمر. نعم, ولكن أنا يهمني لأنه هو كاتب. أن أنتقل يعني به إلى السؤال الأخير. السؤال الأخير سأوجهه لك الأستاذ مهند, كنا نود أن نستمع إلى تعقيبك على هذه النقطة ولكن يضيق الوقت. بالنسبة لأحداث هذه القصة الآن, فيما لو رويت شفاهة على خلاف القصة المقروءة بالنسبة للطفل القارئ, هل سيختلف أثر التلقي الذي تحققه هذه القصة؟ حقيقة هو أيضا هذا السؤال مرتبط بالرسوم. الطفل شوف هو أجمل رسام, لأنه قادر على خلق خيالات قد لا نستطيع نحن الكبار الوصول إليها. عندما أنا أقرأ له بو سيتخيل بو بأسلوبه بطريقته بأكبر بأعلى صورة جمالية ممكن أن يتخيلها طفل. طبعا النقل الشفاهي هذا ملكة خاصة, يعني ليس كل كاتب قادر على نقل قصته بشكل شفاهي. هذه ملكة يتمتع بها البعض, مثل الأستاذ أحمد راشدي يتمتع بقدرة هائلة. هذا من لطفك أستاذي, من لطفك على إمتاع الطفل. أيضا هنا يعني لو نرى أنه الأم يكون الطفل مثلا عنده مكتبة فيها قصص, لا يأخذ الكتاب يقرأه, يقول لأمه احكي لي القصة. السبب هنا أن الكلمة فيها قوة, طاقة كامنة. يعني هي عندما الأم تحكي مثلا قصة لابنها, هي تنقل له الطاقة الكامنة للكلمات التي اختزنتها من الكاتب, وأيضا الطاقة العاطفية منها كأم. وبالتالي تصبح هذه الكلمة لها مذاق مختلف, لها شعور آخر. نعم أستاذ مهند, الشفاهي دائما سيكون متفوق على القرائي لأنه سيخاطب كل الحواس وسيخاطب الخيال أولا. نعم أستاذ مهند, يعني هل يمكن أن أعقب قليلا؟ يعني أنا دائما أقول أخلص الوقت. لا بس يعني ضيفه في أي مكان. زين. أنا دائما أقول على أن المسافة من عين الطفل إلى الورقة هذه مسرح لا يستهان بهذه المساحة. المسافة التي ممكن تكون 30 سنتي لا يستهان بها. أتذكر عندما كنا في الابتدائية وكانت مثلا كتاب اللغة العربية يحمل تلك الرسوم ربما التقليدية جدا, لكنها كانت تخلق عالم كبير. تلك الرسمة البسيطة
كانت تخلق عالم كبير في هذا، فما بالك عندما يتوفر رسام حاصل على جوائز عالمية لديه موهبة كبيرة في الرسم، أكيد أنه سيحقق إنجاز كبير للطفل. نعم، إذن في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر للشاعر والكاتب في أدب الطفل الأستاذ مهند العقوص. شكرا جزيلا لك أستاذ مهند. شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا لك. وكذلك نشكر الباحث والكاتب في أدب الطفل الأستاذ أحمد الراشدي. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد. أنا أشكرك أستاذ منى على هذه الاستضافة وعلى هذه الأسئلة الجميلة والعميقة التي أضاءت لي وللمستمع الكريم عالم أدب الطفل. شكرا جزيلا لكما. إذن مستمعينا الكرام، ناقشنا وإياكم نصا في أدب الطفل للكاتبة العمانية عائشة الحارثية بعنوان بو، الصادرة عن دار أصالة البيروتية في عام 2016 وبرسومات الفنانة رود. وإلى اللقاء. كنتم مع وقال القارئ، مع تحيات جاسم بن جميل الطارشي، منى بنت حبراس السليمية، وسيف بن سالم الجرداني. وقال القارئ.